شو بدك. خلينا نرجع لشهد. شهد انت مثلتي الاردن ايضا بالخارج. نعم صحيح. وكان هناك ايضا تمثيل للشباب العربي كمان مش الشباب العربي الاردن. تحكينا عن هذا التمثيل. كنت كثير سعيده وفخوره باني امثل المملكه الاردنيه الهاشميه ودول العالم العربي والشرق الاوسط بالتعاون مع Education for Employment إفي باني امثلهم وامثل نادي الابداع والشاب الاردني والعربي بمؤتمر فرص الشباب العالمي اللي تم عقده بالولايات المتحده الامريكيه باخر سنه 2018. تحدثنا في هذا المؤتمر، كنت العربيه الوحيده انا وصديقي احمد عناني من معان. تحدثنا فيه عن محاور ضعف فرص التشغيل والتدريب عند دول العالم العربي، خلينا نحكي دول العالم الثالث للأسف. نعم. الشديد خرجنا بأوراق وتوصيات كيف ممكن نعمل برامج تشغيلية تثقيفية هدفها نخلي الشباب ما ينتظروا عملية الـ خلينا نحكي الوظيفة الخاصة بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، لأنه ما حيكون رح تكون نسبته جدا ضئيلة. فإحنا كشباب بعد ما أخذ طبعا رخصة الأوروبية لكفاءة وإدارة الأعمال من شركة إبسل من النمسا بالتعاون، كانت منحة من نادي إبداع الكرم، حصلنا على هاي التدريبات لحتى نشتغل على موضوع الستارت اب وموضوع ريادة الأعمال وموضوع أنه أنا أفتح مشروع خاص فيه. هاي التدريبات كلها أهلتني بأنه أنا اليوم كشهد الجراجرة وكل فخر بأنه أنا أكون منسقة البرنامج الوطني لتشغيل الذاتي، برنامج إنهض بمحافظة الكرك، ويكون همي الأول والأخير خلينا نحكي خدمة شباب الكرك بأنهم مش بس يفتحوا مشاريع ريادية وما يكونوا يصيروا متعثرين لا سمح الله ماليا. فالهدف من البرنامج تمكيني وتشغيل. ممتاز، يعني احنا بنهنيك على هذا النفس وبنهني الكرك بوجود شاب وشباب اكيد مميزين مبدعين مثلكم والمئات من الشباب المبدعين اللي بنعرفهم ونسمع عنهم دائما ببصمتهم الابداعيه.